الجهات التشريعية والتنفيذية في السلطنة معنية بالبدء في وضع الضوابط والمعايير للارتقاء بتصميم المباني في السلطنة، بحيث يتم الاستفادة أولا من مواد البناء المحلية الموجودة معنا هنا في السلطنة ومراعاة المناخ الموجود معنا، ومن ثم يتم رصد وتقييم كفاءة المباني بعد الانتهاء منها حسب المعايير والضوابط الدولية المتبعة في هذا الصدد.